يعني الرحمات اش نقول لك انسان خلوق عشنا مع حياه طويله انا صديق الدرب لا مع الطيب صديقي ولا مع عبد مصطفى الدرقاوي عدت اعمال عملناهم جميعا الله يرحمه الله يرحمه جد على الرحمات اش نقول لك هذا قدر الله يعني لا مفر من قضاء الله ولكن يعني الانسان اللي ما كيمشي ما كتسخر الفراق اللي صعيب ماذا يعني قضاء الله اننا كنشوفوا الفنانين ديالنا كيمشيو وهذا قدر الله نتمنى ان شاء الله تكون اخر لقاء ديالي معه وانا قبل ما يمرض قبل ما يمرض يعني كنقرر باش نجمع كاع الاصدقاء القدام شتا القديمه ونجلسوا جلسه ونتذكروا الايام الجميله اللي قضيناها ولكن القضاء قدر الله